بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على خير البرية وسيد البشرية صاحب الدعوة العصماء والراية البيضاء سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في ليلة تتزيى بالنور والإشراق، جبريل جاء النبي يدعوه فوق البراق، هو النبي الأمين له الصفات صعاب تهون، فقوله قول صدق وفعله مأمون. أحبتنا الكرام، كل عام وأنتم بخير. بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، هذه الحادثة وهذه الذكرى الإسلامية المباركة والعزيزة على قلب كل مسلم، احنا من خلال برنامج قهوة الصباح بمشيئة الله تعالى ومن خلال هذا المشوار الصباحي راح تكون لنا وقفة بمشيئة الله تعالى مع لطائف هذه الحادثة بمشيئة الله تعالى، نتعرف بكل تفاصيلها، الإطار الزمني والظرفي وكل ما يرتبط بأخذ العبر والعظة من هذه الحادثة الإسلامية، بالإضافة إلى كل ذلك مواضيع ومواقفات ومتابعات أيضا لمختلف الفعاليات والمناشط المقامة على أرض السلطنة. فصباح الخير على كل من يتابعنا عبر الشاشة الجميلة لتلفزيون سلطنة عمان أو يستمع إلينا عبر الأثير عبر تردد 106.5. نروح مع بعض مشاهدين الأحبة نشوف إيش محضر لكم طاقم البرنامج في حلقة اليوم. محطتنا الأولى راح تكون بمشيئة الله تعالى طائف مع حادثة الإسراء والمعراج. وراح تكون لنا أيضا وقفة صحية نتعرف فيها على أمراض الكبد. ومحطتنا الثالثة راح تكون إن شاء الله تعالى نتعرف فيها على مسابقة أفضل مراسل تلفزيوني في نسختها الثانية، هذه المسابقة التي اختتمت هناك بجامعة السلطان قابوس. ومحطتنا الأخيرة نقضيها مع المبدع الرائع المنشد محمد الذهلي ووقفة مع فن الإنشاد أداة تربية وتهذيب. إلى جانب كل ذلك مشاهدين الأحبة راح تكون لنا أيضا تقارير منوعة محضرناها لكم طاقم البرنامج من هنا وهناك، ووقفات أيضا ومتابعات بمشيئة الله. نتمنى أن تقضوا برفقتنا وصحبتنا أجمل وأمتع الأوقات واستفادة طيبة نرجوها لنا ولكم بمشيئة الله. نروح لفاصل نتعرف فيه على حالة الطقس، وبعد الفاصل ستكون الابتداء الأولى مع في برنامج قهوة الصباح مع الوقفة الأولى اللي نتعرف فيها حول لطائف من حادثة الإسراء والمعراج.
يا مرحبا وسهلا مشاهدي الأحبة، وصباح الخير على كل من انضم لنا في هذه اللحظة ليتابع برنامج قهوة الصباح. احنا راح نكون معاكم مستمرين إن شاء الله تعالى حتى تمام 11، نتعرف فيها على مختلف المواضيع التي ستكون حاضرة في برنامجنا لهذا اليوم. واخترنا لكم الوقفة الأولى التي نتعرف فيها على طائف من حادثة الإسراء والمعراج، هذه المناسبة وهذه الذكرى الإسلامية الطيبة المباركة والعزيزة على قلب كل مسلم ومسلمة. هذه الحادثة التي تعد من أعظم المناسبات الإسلامية والتي مر بها الإسلام منذ نشأته. نتعرف على تفاصيل هذه الحادثة ونستذكر أيضا معكم مشاهدين الأحبة، وذلك بوجود معنا أخونا فلاح بن حمد لهيبي، خطيب وواعظ. حياك الله أخوي فلاح، ومرحبا بك معنا في برنامج قهوة الصباح. أهلا وسهلا، حياكم الله. حياكم الله، يبارك فيك. كل عام وأنتم بخير أخوي فلاح بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، ومباشرة أيضا مع المشاهدين الأحبة المتابعين لبرنامج قهوة الصباح نستذكر معهم هذه الذكرى الطيبة، هذه الحادثة الإسلامية المباركة وتفاصيلها ومن الإطار أيضا الزمني والظرفي والمكاني لهذه الحادثة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وأتباعه أجمعين. ثم جزاكم الله خيرا على هذه الإضافة المباركة، وكل عام وأمة الإسلام بخير، وإن شاء الله سيؤول أمرها إلى خير، وستكون في خير وفي راحة وفي دعة وفي سلام وأمان بإذن الله تبارك وتعالى. بإذن الله تعالى. فهذا الدين ما جاء إلا ليحقق السلام، فالإسلام هو مشتق من السلام، ونحن دائما ندعو اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع الأمر بالسلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فنسأل الله ألا يكرر لنا هذه المناسبة في السنوات القادمة إلا وعاد الأمن والسلام لأمة الإسلام. حقيقة طبعا عندما نتحدث عن هذه الحادثة الكريمة لابد علينا أن نستحضر المنطلق الشرعي منها. نعم. المنطلق الشرعي هو أن الله تبارك وتعالى أمرنا أن ننظر ونقرأ في التاريخ بقوله سبحانه وتعالى وذكرهم بأيام الله. فحادثة الإسراء والمعراج هي يوم من أيام الله تبارك وتعالى، وأي يوم هو يوم عظيم أراد الله تبارك وتعالى به قلب صفحة التاريخ وإيذان انتشار الإسلام وتقوية لشوكة الدين الحنيف الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هذه الحادثة سبقتها إرهاصات، وهي حادثة في المقام الأول شخصية للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد قبل حادثة الإسراء والمعراج أنه عندما ضاقت عليه الدنيا في مكة وبعد أن آذاه قومه من قريش خرج ينشد آذانا صاغية وقلوبا ربما تتقبل دعوته في مكان آخر، ولكن كما يقول الشاعر إن المستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. فالنبي صلى الله عليه وسلم خلف وراءه قريش في مكة وتوجه إلى ثقيف في الطائف، ولكن لاقى من ثقيف ما لم يلاقه من قريش، فحرضوا عليه أطفالهم وسفهاءهم فسبوه وشتموه ووسموه بالجنون، وما اكتفوا بذلك بل رجموه بالحجارة حتى شج رأسه وكسرت ثناياه وسال دمه الشريف. طبعا ورد في الرواية لو أن بعض العلماء يضعفها من ناحية السند، ولكن المتن قوي، يعني بعض علماء الحديث يقوي المتن ويجد فيه روح النبوة. صحيح. أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن لاقى ذلك الأذى العظيم آوى إلى حائط ودعا الله تبارك وتعالى بدعاء تقشعر له الأبدان، قال اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، إلى من تكلني؟
إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، لك العقبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. أدب جم في خضم أعلى درجات الأذى والألم. صحيح. أصلا هذا الدعاء يبين الحالة النفسية التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان متأدبا مع الله تبارك وتعالى بالدعاء، فصغر هذا الألم أمام رضا الله تبارك وتعالى. وكانت هذه الجائزة التي هي عبارة عن تسلية وتعزية وتقوية وترقية للنبي صلى الله عليه وسلم. تعزية للنبي صلى الله عليه وسلم في قومه الذين كذبوه ورفضوا دعوته الشريفة، وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم لما لاقاه من أذى في سبيل هذه الدعوة، وتقوية للنبي صلى الله عليه وسلم للمرحلة القادمة التي ستختلف عن المرحلة السابقة، وترقية لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة وصل مقاما لم يصله أحد قبله من البشر قط. فالله تبارك وتعالى قال: ثم فرآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. سدرة المنتهى هي آخر ما انتهى إليه خلق، عندها جنة المأوى. النبي صلى الله عليه وسلم وصل سدرة المنتهى فنظر يبحث عن جبريل عليه السلام، فوجده متأخرا عنه، وهو الدليل، والدليل في الأصل يتقدم. فقال له: يا جبريل، هلا تقدمت؟ هذا مكان أزوره لأول مرة. قال له: يا محمد، هذا مقام لا ينبغي لأحد أن يصله إلا أنت. إن تقدمت أنا احترقت، وإن تقدمت أنت اخترقت بأبي وأمي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوصل إلى هذا المكان العظيم ترقية له صلوات الله وسلامه عليه. فهذا يعني كان الوضع الزمان الذي مر به النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الوضع النفسي، لأنها كانت في المقام الأول هي رحلة شخصية للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نجد في قول الله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. الله تبارك وتعالى لم يستخدم لفظ رسوله أو نبيه، استخدم لفظ عبده يدل على خصوصية هذه الحادثة للنبي صلى الله عليه وسلم. فهو قام بالرحلة لمحمد العبد، محمد في صفة العبودية، ليس في صفة الرسالة، وليس في صفة النبوة. لذلك هي كانت شخصية في المقام الأول للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، جميل جدا. طيب أخوي فلاح، لنتكلم أيضا ونتعرف من خلالك ومع المشاهدين الكرام أيضا هذه الذكرى الإسلامية الطيبة، ما الدروس وما العبر وما العظات وما التأملات التي ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يستقيها فعلا من هذه الحادثة؟ نعم، يعني العبر والتأملات لابد أن تنطلق مما حكاه الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم عن هذه الحادثة. الله تبارك وتعالى عندما استفتح في ذكره لهذه الحادثة العظيمة استفتح بقوله سبحان، بقوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. فلفظ سبحان معنى تنزه وتعالى، فكأن الله تبارك وتعالى يقول للناس أن هذه القوانين المادية التي تجري عليكم من قوانين الزمان والمكان لا تجري علي، لذلك خرقتها في تلك الليلة. فالله تبارك وتعالى يقول لهم أنني تعاليت وتنزهت أن تجري علي هذه القوانين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما رجع إلى قومه
وأصبح عليه الصباح بعد تلك الليلة المثيرة التي مر بها، جاء إلى قومه فأخبرهم الخبر، فقالوا: ويحك، نحن نضرب إلى بيت المقدس أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا إيابا، تقول ذهبت ورجعت في ليلة واحدة؟ فالله كأنه يقول سبحانه وتعالى لهم: لا، أنتم تتحدثون عن قوانين تجري عليكم ولكن لا تجري علي. هذا لفظ سبحانه، هذا لفظ بمعان واسعة عميقة. صحيح. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، كذلك لفظ عبده. الله تبارك وتعالى يريد أن يبين معنى عميقا في لفظ عبده. طبعا الدارج عند الناس قديما أن العبد هو إنسان ذليل، خيره دائما لسيده، يعني ذلك العبد يعمل ليل نهار لأجل أن يعطي سيده غلة عمله. نعم. فهذا خير العبد لسيده، ولكن إذا كانت العبودية لله تبارك وتعالى فخير السيد للعبد، وهو خير الله تبارك وتعالى لمن عبده وشكره. لذلك الله تبارك وتعالى يبين أن العبودية لله هي أسمى درجات العزة، بعكس العبودية للبشر التي هي أدنى درجات الذلة. ثم الله تبارك وتعالى ذكر الليل. نعم. قال سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. لماذا ليلا؟ نحن دائما نسأل هذا السؤال، ليش يعني ما أسرى به مثلا في النهار؟ صحيح. فرآه الناس. نعم. نقول لهم كما ذكرت سابقا أن هذه الرحلة شخصية لمحمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك لما لليل من ناشئة. صحيح. الليل هذا له تأثير عميق في حياة الإنسان المؤمن، وكذلك لصاحب الهدف العظيم. صحيح. الذي أراد أن يحقق هدفا عظيما في الحياة فعليه أن يتحرى ساعات الليل أو ساعات الفجر الأولى. فالله تبارك وتعالى عندما أنزل الرسالة الثقيلة على النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يبلغها في قوم تمكنت منهم المادية وغرقوا في الطبقية، نعم، أعطاه وصفة عجيبة، فقال له: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. بعدين إيش قال له؟ نعم. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، إلى آخر الآيات. نعم. فالليل له مكانته. نعم. ونحن حقيقة عندما يأتينا أحد قد حزبه أمر شديد، نعم، وضاقت عليه الدنيا بشيء من مصائبها وابتلاءاتها، نقول له: تحرى الليل وتحرى السجود، كلا لا تطعه واسجد واقترب. أقرب ما يكون الإنسان إلى ربه وقت السجود، وكذلك وقت الليل لما فيه من إخلاص ولما فيه من خلوة بالخالق سبحانه وتعالى. لو قام الإنسان بهذه الخطوات ودعا الله في السجود في جوف الليل، لن يطلع عليه النهار إلا وقد كشف الله تبارك وتعالى عنه ما يهمه ويغمه. نعم. طيب، فرضية أيضا، أو خلنا نقول دلالة فرض الصلاة في حادثة الإسراء والمعراج دون سائر أيضا العبادات الأخرى. نعم. أول شيء، نحن إذا أردنا أن نتحدث عن فرضية الصلاة، هي حقيقة يعني روايات ذكرت، وهي روايات كثيرة يعني، نعم، عن قضية أن الصلاة فرضت في ليلة الإسراء والمعراج. نعم. ولكن هذه الروايات تدل على فرضية الخمس، أو تحديد الصلاة بشكلها الحالي. نعم. وصفتها للمسلمين خاصة ولأمة الإسلام في صورتها الشريعية أو الشرعية، لكن الله تبارك وتعالى فرضها عليهم منذ بداية الدعوة كما ذكرنا في سورة المزمل: قم الليل إلا قليلا.
فالصلاة كانت مفروضة على المسلمين لكن ليس في صورتها هذه. نعم. في صورتها هذه وبهذا الشكل الشرعي أو الشرعي لأمة الإسلام كما نعم. ورد في الروايات فرضت في ليلة المعراج. بعضهم يذكر نكتة في هذا يقول لأن الصلاة هي شيء لا يسقط عن المسلم أبدا. نعم. يعني الأركان الخمسة معروفة، يعني اللي هي إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، شهادة لا إله إلا الله مرة في العمر. نعم. لكن الحج لمن استطاع إليه سبيلا، الصيام يعني الإنسان إذا كان مريضا أو على سفر سقط عنه الصيام، زين، أو كان عنده مرض مزمن أبدله بالإطعام، الزكاة إذا كان الإنسان فقير لا يخرج الزكاة. نعم. لكن الصلاة لا تسقط، الصلاة إذا لم يستطع الإنسان أن يصليها قائما صلاها جالسا، وإن لم يستطع أن يصليها جالسا صلاها متكئا، وإن لم يستطع أن يصليها بماء الوضوء صلاها بالتيمم، وإن لم يستطع أن يتيمم سقط عنه ذلك، وإن لم يستطع الركوع أو السجود أو القراءة اكتفى بخمس تكبيرات، لكن لا تسقط الصلاة. نعم. لا تسقط الصلاة. صحيح. لذلك قال العلماء من نكتة ذلك أن هذه الأعمال أو الأركان كان فرضيتها في الأرض لأنها يسع فيها العذر. صحيح. لكن الصلاة فرضت في السماء كي تبقى حبلا ممدودا بين الإنسان في ملك الله وبين الله في ملكوته سبحانه وتعالى، لا ينقطع عنها أبدا بما يستطيع. لذلك فرضت، وهذه كانت فيها دلالة رمزية. الصلاة هي صلة الإنسان بعبده بربه، وهي عمود الدين، إذا انهدمت انهدم دين هذا الإنسان. هذه الصلاة جعلها الله تبارك وتعالى توقيتا للمسلمين، وبلغة العلم المعاصر هي برمجة للساعة البيولوجية للإنسان. نعم. فالإنسان الذي يصلي الصلوات الخمس تصبح حياته منظمة بطريقة تناسب هذه الصلاة وتناسب روح هذه الصلاة وتناسب طاقة هذه الصلاة. لذلك الصلاة إذا استمر عليها الإنسان في حياته كانت حبلا ممدودا مع الله تبارك وتعالى منذ حادثة الإسراء والمعراج وإلى أن يرث الله تبارك وتعالى الأرض ومن عليها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المصلين غير المنقطعين. اللهم آمين يا رب. طيب أخوي فلاح، أيضا ملاحظين أيضا مختلف الدول الإسلامية والسلطنة أيضا تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج. نعم. من خلال إقامة المحاضرات، من خلال إقامة الندوات التي يستذكرون فيها أيضا وقائع هذه الحادثة الإسلامية المباركة والكريمة. أهمية فعلا أن يقوم المسلم والمسلمة وأن يقوم أولياء الأمور أيضا بتعريف أطفال وأبنائهم وبكل ما يرتبط بهذه الذكريات وهذه الذكرى الإسلامية على سبيل المثال حادثة الإسراء والمعراج. نعم، حادثة الإسراء والمعراج هي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم، والله تبارك وتعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لذلك الإنسان الذي يدين بهذا الدين العظيم والذي يوحد الله تبارك وتعالى ويؤمن بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم سيجد في قلبه أن هذه الحوادث عزيزة على نفسه. لذلك الإنسان دائما يحيي في قلبه هذه الحوادث لما فيها من عبر ولما فيها من استلهام من شخصية النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نصغر دائما أمام ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم لأننا نراه أنه هو أكرم الخلق إلى الله تبارك وتعالى، فكيف بحالنا نحن البسطاء، نحن الناس المساكين، نحن نصاب بالمصيبة البسيطة فترانا يعني في حالة ضعف وفي حالة انكسار، بينما النبي صلى الله عليه وسلم لاقى من الأذى الشيء العظيم الذي يجعلنا نستصغر يعني الأذى والعنة الذي أصابنا مع الأذى والعنة الذي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا منهج أصيل، هذا منهج أصيل. لذلك
يعني كان الصحابة رضوان الله عليهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم يعزون نفسهم إذا مات عليهم عزيز بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول لقد مات النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، ومصيبته مصيبتين، بأنه رحل عن الدنيا فانتهت النبوة، والمصيبة الثانية أنه انقطع الوحي عن السماء، فبقيت اجتهادات البشر في فهم هذه النصوص. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد هذا في نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم من حكمة الإسراء أنه لما أسري به إلى بيت المقدس وجد إبراهيم وموسى وعيسى في جمع من الأنبياء وصلى بهم إماما ركعتين. ما الغاية في هذا؟ الغاية في هذا أن الله تبارك وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لقد سبقك أحد برسالة قبلك وأصابهم مثل الذي أصابك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بيت المقدس خصوصا لأنه مهجر الأنبياء وفيه خطوات دعوتهم ومعاناتهم. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابه شيء من أذى كان يقول كما ورد عن عائشة رضي الله عنها، كان يقول رحم الله أخي موسى، لقد أصيب أو أوذي بأكثر من هذا فصبر. لذلك نحن إذا ربينا أنفسنا وربينا أبناءنا أن نستلهم الصبر، ونستلهم الفرح، ونستلهم التعامل مع الحياة بمختلف تقلباتها من النبي صلى الله عليه وسلم، لكنا في خير عظيم. بل هذا أمر مشروع كما ذكرت بما نص عليه الله تبارك وتعالى في كتابه، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وكذلك هذا منهج أصيل، لأن الصحابة رضوان الله عليهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم رووا هذه الحوادث. لماذا رووها؟ إن لم تكن جزء من شخصية المسلم الاعتبارية، لماذا رووها؟ رووها لأنها جزء من شخصية المسلم الاعتبارية ومن صورته التي جعلها انعكاسا للنبي صلى الله عليه وسلم وتأسيا بحياته صلوات الله وسلامه عليه. احنا جدا سعدنا بأمانة بحديثك الشيق والممتع والجميل والمفيد ايضا اخوي فلاح، ونتمنى ان تكون هذه الرسائل كلها وهذه الاضافات وهذه اللطائف ايضا من حادثة الإسراء والمعراج وصلت لكل المتابعين والمشاهدين لبرنامج قهوة الصباح في هذا الصباح الجميل. فمجددا كل عام وانتم بخير بهذه المناسبة الإسلامية، وكل عام وايضا بخير كل مشاهدينا ومتابعينا لبرنامج قهوة الصباح. فلاح بن حمد الوهيبي خطيب وواعظ، شكرا جزيلا لوجودك اليوم معنا في برنامج قهوة الصباح. الله يبارك فيكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء ينعم بآلائه ونعمائه، وأن يبارك سبحانه وتعالى في حياة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد، وأن يلبسه لبوس العافية والصحة، وأن يجدد له هذه المناسبة وهو يرفل في ثوب الصحة والعافية. اللهم آمين. الله. شكرا لك أخوي فلاح. إذن مشاهدي الأحبة والمتابعين لبرنامجنا، إحنا مستمرين معكم ومتواصلين بمشيئة الله تعالى في برنامجنا، وما زلنا أيضا مع احتفالية الإسراء والمعراج. مثل ما ذكرت قبل قليل أن مختلف الدول الإسلامية والسلطنة على وجه التحديد تحتفل هي الأخرى بهذه المناسبة الإسلامية المباركة. السلطنة احتفلت، نروح نشوف أيضا هذا التقرير الخاص بهذه الاحتفالية، ولنا عودة بمشيئة الله تعالى، فتابعونا. بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج احتفل بجامع المبين بولاية العامرات بمحافظة مسقط بهذه المناسبة الغالية. بدأت الاحتفالية بتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، بعدها ألقى الشيخ فلاح بن حمد الوهيبي محاضرة تناول فيها الدروس المستفادة من هذه الرحلة التي أرست كثير من المبادئ والقواعد الإسلامية. فقال سبحانه وتعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. حضر المناسبة جمع غفير من المواطنين الذين حرصوا على حضور الأمسية للتعرف على رحلة الإسراء والمعراج. هذه
أهمية الاحتفاء بحادثة الإسراء والمعراج منطلقة من هذا المبدأ، وذكرهم بأيام الله، وهذا يوم من أيام الله تبارك وتعالى. كذلك خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بحكم أنه خاتم المرسلين وقدوتنا صلوات الله وسلامه عليه، فما يحدث وما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون فيه ارتباط بالمؤمنين من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لقول الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بعدها كان الإنشاد حاضرا في هذه الاحتفالية من خلال المنشد محمد الوهيبي. عن شعور يعني لا يوصف، مليء بالروحانيات، لأن نحن نتكلم عن شخص يعني عظيم وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فأكيد راح يكون الجو جميل، ونسأل الله أن يعني يكتب أجر الحضور ويكتب لنا أجر هذه الجلسة. وتخللت المناسبة إلقاء القصائد الشعرية التي تحدثت في مضمونها عن هذه المناسبة العزيزة للشاعر محمد التمتم. فحياتها بحياتنا وحياتنا بحياته في كل قلب دينا، إسراؤه إسراؤنا، معراجه معراجنا، فلذا تجلى فينا إسراؤه مجلى مراحل سيرنا، من سطوة الأهوى فعليين، ببراقه فركوبه فسريه، فلقائه بالخلص الصافين، فعروقه فوصوله فشهوده، حتى تبدى هائما مفتونا. تضمنت الاحتفالية مكتبة صغيرة لمجموعة من العناوين لكتب العقيدة والسيرة النبوية والهدي النبوي، لتبقى مناسبة الإسراء والمعراج درس من دروس الإسلام، والتي تتضمن بناء الشخصية الإسلامية. وكل عام وأنتم بخير. وعدتها أبيع السيارة وأشتري سيارة جديدة، ما أقدر أزعلها. صورناها وحطيناها على تطبيق أوليكس وبعناها، الإعلان مجاني وما دفعنا أي عمولة، وقبضنا من المشتري نقدا. مع أوليكس البيع والشراء والأسهل. الله بالخير مشاهدي الأحباء، لكل من يتابعنا شكرا للزميل محمد المهري على هذا التقرير الجميل حول احتفالية السلطنة بذكرى الإسراء والمعراج. محمد ختم بعبارة كل عام وانتم بخير، وانا اقول لك يا محمد كل عام وانت بخير لو كنت تشاهدنا في هذه اللحظة، وكل عام والجميع بخير ايضا مشاهدينا الأحباء بهذه المناسبة العزيزة الإسلامية والمباركة. احنا مستمرين معاكم في برنامج قهوة الصباح، وهذه المرة ننتقل بكم الى وقفة اخرى، وهي درر صحية نتعرف فيها حول أحد الأمراض وهو أمراض الكبد. نتعرف على كل ما يرتبط بالكبد، هذا العضو الذي يعد من أكبر الأعضاء إن لم يكن الأكبر في جسم الإنسان، ويقوم بالكثير من الوظائف. هناك أيضا أمراض تصيب الكبد، كيفية العلاج من هذه الأمراض وكيفية الوقاية، ما هي الأعراض وغيرها المرتبطة بالكبد نتعرف عليها من خلال وجود الدكتور توفيق بن تقي اللواتي، استشاري أول جهاز هضمي أطفال بالمستشفى السلطاني. دكتور توفيق حياك الله في برنامج قهوة الصباح، ونقول لك أيضا كل عام وأنتم بخير. الله بالخير وأهلا وسهلا بكم، شاكرين لكم على الاستضافة الطيبة هذه، ونهني عالم الإسلامي بهذه المناسبة الجليلة، ونهني السلطنة كلها بهذه المناسبة العظيمة. حياك الله دكتور. الله يحييك. دكتور، اليوم نتكلم في فقرتنا وفي وقفتنا الصحية في برنامج قهوة الصباح عن الكبد وعن الأمراض لربما اللي تصيب الكبد.
لكن قبل ذلك نتعرف مع المشاهدين على هذا العضو الموجود في جسم الإنسان والذي يقع أسفل القفص الصدري. ممتاز جدا، عجبتني كلمتك أكبر الأعضاء. الإنسان لا يقدر أن يعيش دون كبده. نعم. أهم وظائف الكبد حقيقة أنه يتخلص من السموم. أنت تعرف الأكل اللي ناكله إحنا أول ما يمر على الكبد. صحيح. لذلك في اللغة الدارجة يقول لك لاعت كبدي. صحيح. قال لك الكبد هو اللي يمتص كل الأغذية اللي نأخذها ويصفيها، لذلك أهم وظيفة لوظائف الكبد هو تصفية الجسم من كل السموم التي يأكلها. نعم. الوظيفة الثانية هو إفراز العصارة المرارية. نعم. قال لك العصارة المرارية اللي تهضم الدهون وتهضم. صحيح. أيضا هذه من وظائف الكبد. رقم ثلاثة، وأنت إن شاء الله بعد شهرين ولا شيء صيام. نعم. فأنت لما تصوم إيش اللي الكبد يقوم بإنتاج الجلوكوز لكي يحافظ على مستوى السكر في الدم. أيضا الكبد يقوم بإنتاج الكثير من الفيتامينات والأشياء الأساسية. امتصاص أيضا الأملاح كل والفيتامينات. الامتصاص يتم عن طريق الجهاز الهضمي. نعم. تصفية هذه الأمور يتم عن تشكيل الأكلات. نعم. يتم عن طريق الكبد. لذلك الكبد مهم جدا، إذا ما عندك كبد مشكلتك كبيرة. صحيح. نعم. طيب نتعرف أيضا من خلالك على أبرز ربما الأمراض التي تصيب الكبد في جسم الإنسان. يعني الكبد يتعرض لأمراض مكتسبة وأمراض وراثية. نعم. وأنا كطبيب أطفال أنا ممكن مكتسبة ووراثية. ووراثية. نعم. نعم. الناس اللي يعرفونها هي الأمراض المكتسبة. نعم. اللي هي المتداولة، التهاب الكبد الوبائي ألف والتهاب. أيوه. الكبد الباء. أوه. والجيم وهكذا. معظم الكبار يعانون من التهاب الكبد الوبائي البي والسي. إيش الفرق بينهم دكتور؟ هذا لا فيروسات. مشكلة الطب الحديث أنه لا يستطيع أن يتعامل مع الفيروسات بالسهولة التي يتعامل فيها مع البكتيريا مثلا. نعم. الفيروسات هذه معظم مثلا التهاب الكبد الوبائي باء، كثير من المرضى يستلمون هذا المرض أثناء ولادتهم من رحم أمهم. فالإنسان كثير من الأطفال والذي يستمر وتظهر مشاكله لما يكون الإنسان عمره 30 سنة 35 سنة، يقول لك والله أنت عندك التهاب الكبد باء، يقول لك كيف؟ نسى بأنه هذا المرض كان وراثي أساسا، أخذه لا يعني اكتسبه عن طريق صحيح طريق الولادة. نعم. عرب. لكن لا يظهر عليه ذلك الوقت لأنه إلا طفل في سن متأخر، لأنه تفشى فيه. نعم. لذا فهذا المرض التهاب الكبد الوبائي يأتي معظمه عن طريق الأم، وبالتالي يتفشى لما يكون الإنسان في مرحلة النضج. نعم. وهذا اللي يقودنا أيضا إلى سؤال آخر دكتور، أنه خطورة أن يتم اكتشاف لربما الأمراض التي تصيب الكبد في أوقات متأخرة، وهذا ربما حالة من الحالات التي تحدث للأسف الشديد في مجتمعنا. يعني بالضبط كلامكم صحيح 100%. معظم الناس يقول لك والله هي هذه صفرة وتروح، وإحنا مثلا في الأطفال يقول لك دكتور ما يخالف بنروح نوسمه وإن شاء الله بنعاودك في العيادة. مشكلة ما يبالوا، ما يعطوا اهتمام كبير بهذه المشكلة، لأنه الكثير يعتقد بأنه أمراض الصفار أمراض اعتراضية بسيطة. لكن منها الأمراض البسيطة، لكن غالب أمراض الكبد أمراض قد يجب معالجتها على مدى طويل. فالتهاب الكبد الوبائي هذا نوع من أنواع التهاب الكبد باء والتهاب الكبد الوبائي سي، هذا لفيروسين مختلفين. لكن وين لشد خطورة بينهم دكتور؟ الاثنين خطيرات. الاثنين خطيرات. الاثنين خطيرات. أي مرض لا يمكنك أن تعالجه بيكون في وقت من الأوقات خطير. نعم. لأنه يأثر عليك صحتك. هذا الناس اللي يعرفوه، مثلا إحنا نعرف الالتهاب، لكن هناك أمراض كثيرة ما نعرفها. نعم. الآن من الأمراض ونتيجة الحمد لله الحالة المادية والأكلات اللي نأكلها اللي هي تشحم الكبد. تشحم الكبد. الكبد. الدهون. نفسها تليف الكبد دكتور أو في فرق؟ تليف الكبد هو المآل الأخير. المآل الأخير. لكل الأمراض. نعم. يقول لك تليف الكبد أصبح يابس ويجب لك أنك تعمل زراعة الكبد. نعم. هذه في المرحلة الأخيرة ها؟ إيه نعم. اللي لا يصل إلى مرحلة الخطورة يعرف بتليف الكبد. نعم. يعني هذا أخطر من التهاب الكبد الوبائي ألف وباء. والله يعني تشحم الكبد. إحنا نخشى أن تتطور الأمراض إلى أن تصل إلى مرحلة التليف. نعم. لذلك الطبيب يسعى كل جهده أن يمنع تطور المرض إلى أن يصل إلى
مرحلة التليف. فتشحم الدهون تشوف الإنسان ماشي رايح جاي، لكن الحمد لله شوي مشحم شوي مكرش. صحيح. هذا يروح يسوي له فحص الكبد، يقول لك الطبيب والله عندك التهاب في الكبد. يعني انتفاخ في البطن قصدك دكتور، لما يصير انتفاخ في البطن قد يكون أحد الأسباب أنه مصاب بمرض، أحد الأمراض في الكبد. صحيح. الشحوم الزايدة. الشحوم الزايدة. شوف الواحد مكرش مربرب الحمد لله عليه العز، هذا إذا تسوي له فحص الكبد يقول لك والله أنت عندك التهاب الكبد. نعم. وأنت الكوليسترول معك مرتفع. صحيح. الآن في العالم الحديث يقول لك التهاب الكبد وباي ألف والباء والسين، هذه أصبحت أمراض معتادة قديمة. نعم. ألفناها. الأمراض الجديدة هذه هي تشحم الكبد. هذه اللي هي بتقود إلى التليف. مشكلة هذه الأمراض صامتة. التهاب الكبدي يجي لك حمى وصفار يقول والله أنا مصفر، تروح عند الطبيب. هذه الأمور صامتة ما تنتبه لها إلا لما تفحصها. نعم. لذلك خطورتها أكبر، لأنه الإنسان إيش؟ يعني الإنسان ما يحس، ما في أعراض معينة أبداً توضح لأنه مصاب أساساً. بالضبط. لكن لو راح وعمل فحص لربما يكون هو أساساً مصاب. يعني بالضبط. هذا اللي نتكلم فيه، أنه ضرورة الفحص المبكر عن كل الأمراض التي قد تصيب جسم الإنسان من باب الوقاية دكتور. بالضبط بالضبط. لذلك أحيانا نقول، أنت تفضلت وقلت الوقاية، كثير من الناس يقول لك والله الوقاية بأنه الإنسان يغسل إيديه. ممتاز. من أهم طرق الوقاية للتشحم الكبد أنه المحافظة على الوزن. نعم. والرياضة. صحيح. أنت الحين لما تعمل محافظة على وزنك وتعمل الرياضة، ما فقط تقي كبدك، كبدك تقي، كبدك تقي، قلبك تقي، كل أعضاء جسم الإنسان أساسا. إذن هي. نعم. أعضاء مترابطة. نعم. تحمي شيء، الشيء الآخر يحمى. لذلك هذا مهم. أيضا من دواعي، من أمور الوقاية، التحصينات. احنا يعني ما نستخف بالتهاب الكبد الوبائي باء ولا السين. التحصينات تقيك الى نسبه 95 الى 99%. التحصين موجود، بسيط، ابره. طيب. والطفل ما يحس، يصيح لكم من ساعه والسلام عليكم، لكن انت وقيت طول حياته تقريبا تقريبا. نعم. طيب الشيء الثالث مال الوقايه ايش يا اخي؟ انك تنتقي الاكل الطيب. ما تمشي أنه تقول والله أنا أكل هذا وأكل هذا بدون ما أغسل إيديني، بدون ما أتحقق بأن الأكل هذا جاي من مصدر نظيف. صحيح. كأنك جنيت على نفسك. ليش تجني على نفسك؟ فالحين هذه الأمور ضرورية عشان الإنسان يفهم نفسه، يقي نفسه، ويقي نفسه من الأمراض. طبعا العلاجات موجودة. نعم. ممتاز. العلاجات موجودة. نعم. لكن أنا جدي كان دائما يقول، وهل يصلح الأطار ما أفسده الدهر. صحيح. لا تخلي الدهر يفسد الأمور بعدين تقول يا ناس ساعدوني. صحيح. أنت إيش تبادر؟ لأن الصحة مسؤولية الإنسان الأولى. صحيح. ما تقول أنه هذا مشكلة تحتاج على رؤوس الصحة لا يعرفها إلا المرضى. إحنا قبل أن إلى طرق العلاج أيضا دكتور. وما هي الطرق المناسبة أيضا في عملية التدخل الصحي فيها مثل هكذا حالات. أيضا أنت ذكرت الحين الأمراض اللي تصيب الكبد، التهاب الكبد الوبائي ألف وباء وسي، بالإضافة أيضا إلى تشحم الكبد وتليف الكبد. هل ربما تصل المرحلة إلى أن يصاب الكبد بالسرطان؟ لا قدر الله. طبعا. نعم. شوف، للأسف للأسف الشديد، أي إنسان لديه التليف الكبدي عرضة لهذا المرض الخبيث عندما يصاب بالتليف الكبدي. نعم. إذن المسألة مراحل. رقم واحد اكتساب المرض. نعم. سواء منذ طفولته أو عرضيا. نعم. بعدين تطور المرض. نعم. بعدين تليف المرض، بعدين تعقيدات التليف. نعم. ومن ضمن تعقيدات التليف هو المرض الخبيث. المريض متى يصل إلى الطبيب؟ وما هي قدرات الطبيب أو الطب بشكل عام أنه يرجع الأمور؟ الساعة اللي تمشي عليك ما ترجع. نعم. فإذا أنت وصلت إلى مرحلة التليف، قال لك الطبيب الآن الأمور شوية أصعب. إذا أنت رحت عند الطبيب في مرحلة أنك الآن ابتليت بالمرض. صحيح. العلاج غير. نعم. لكن فوق هذا نقول في أمل. إيش هو الأمل بالله كبير. الأمل بالله كبير. نعم. ليش؟ قالك حتى إذا وصلت مرحلة التليف، الآن الطب الحديث كان زراعة الكبد بسهولة. صحيح. ووزارة الصحة الآن أصبحت تساند هذا الموضوع. طيب. وفي الحقيقة تطلب من الناس أنهم يروحوا إذا كان عندهم التليف الكبدي يروحوا ويقوموا بزراعة الكبد. نعم.
وهذه عبارة عن قفزة كبيرة في مجال الطب. ومن 2011 وزارة الصحة تتبنى هذا الموضوع. نعم. أنه تقدم للمرضى عملية زراعة الكبد. طيب دكتور، أنت ذكرت أيضا أنه أمراض الكبد ربما تكون مكتسبة وربما تكون وراثية، لكن هل هذه الأمراض قد يحصل وأن تكون معدية؟ معدية؟ معدية نعم. الأمراض المكتسبة غالبها معدي، معدي مثل التهاب الكبد الوبائي ألف باء سي دي، هذا لكلها معدية. نعم. وتنتقل من شخص لشخص، وهذا يعني هذا الشيء معروف عندنا حتى بيننا وبين في المجتمع. يقول لك والله أمس ماكل من الطعم الفلاني وصار عندي إسهال وتصفرت، بس الحمد لله. طيب هذا الصفار أنت تصفرته اليوم، أنت تأكدت بأنه الفيروس طلع من جسمك ولا بعده جالس خامل في جسمك؟ ما تنتبه. صحيح. يقول لك الحمد لله أزمة وعدت. في كثير من الأزمات تأتي وتذهب، لكنه في كثير من الأزمات تأتي وتبقى. لذلك ضروري عليك أنك إذا صار عندك تكرار في الفحص الطبي دكتوري، المتابعة، الوعي الصحي حقيقة. إذا كان عندنا أي رسالة نوجهها لأي إنسان، الوعي الصحي. نعم. الوعي الصحي يقيك من كثير من الأمراض. من الأمراض الوراثية الأخرى، الأمراض اللي إحنا نشوفها في الأطفال، الأمراض المعقدة الوراثية، وخصوصا للأسف يعني الزواج من الأقارب. نعم. قد يساهم بأنه الإنسان يكون عنده نوع من الأمراض الوراثية. وإحنا عندنا للأسف يعني طبعا هذا من أمر الله. نعم. أنه يكون الطفل والثاني والثالث ثلاثة أطفال أو أربعة. صحيح. أطفال في نفس الأسرة. نعم. بنفس المرض. نعم. جميل جدا. طيب دكتور، بما أننا أيضا وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء الطيب معك، أريد في بعض الممارسات، في بعض ربما الملاحظات اللي تلاحظوها أنتم كمختصين في هذا الجانب من السلوكيات الخاطئة للأسف الشديد في عملية التعامل مع حالات الإصابة بأمراض الكبد، في ملاحظات معينة، في رسائل معينة حابين تقدموها للمشاهدين من باب التوعية وبث التثقيف لهم؟ ممتاز. نعم والله، أول شيء ما أركز عليه أنه كل الأسر وكل الآباء والأمهات أنه يثابروا على التحصينات. نعم. ما يقول لك والله هذا التحصين كذي وهذا يصح، لا، ثابر على التحصينات، هذا أهم شيء. رقم اثنين، أن تنتقي ما تأكل، أن يكون أكلك نظيف، إيدينك نظيفة. الشخص اللي يقدم لك الأكل انتبه عليه، يقدم لك الأكل النظيف، وإحنا سمعنا بالأشياء. صحيح. رقم ثلاثة، اهتم بصحتك، لأنه أنت عليك الإنسان الناضج، أنت عليك ناس يعولوا عليك، معتمدين عليك، وبالتالي صحتك من صحتهم وصحتهم من صحتك. صحيح. إذا ما تفكر بنفسك فكر بأسرتك اللي تعين عليك. نعم. فأنا أعتقد أتفق معك بأنه الفحص الدوري ضروري جدا أنه يتابع المريض. الشيء الأخير أنا أقول، إذا صار لا قدر الله عندك الكبد. نعم. أو التهاب الكبد أو الصفار أو قال لك عندك تليف، لا تقطع الأمل، لا تقول خلاص، بالعكس، كل إن شاء الله، كل مرض إن شاء الله بعون الله إن شاء الله في حل. فلازم أنت تروح تتكلم مع الطبيب، تتصل به، دكتور يا أخي أنا صار معاي كذاك، إيش تقول؟ يقول لك تعال العيادة نتكلم. نعم. افتح بابك للطبيب. وفي كل مناحي الحياة الأمل موجود دكتور. الأمل موجود بالله كبير، دائما يكون قوي. عموما احنا سعدنا جدا بوجودك اليوم معنا في برنامج قهوة الصباح. يا رب يا رب تكون هذه الرسائل الصحية وصلت لكل متابعينا ومشاهدين لبرنامج قهوة الصباح، ونسأل الله الصحة والعافية للجميع. الدكتور توفيق بن تقي اللواتي، استشاري أول جهاز هضمي أطفال بالمستشفى السلطاني، شكرا لوجودك اليوم معنا. شكرا أخي العزيز، جزاكم الله خير من أحسنكم، بارك الله فيك. مستمرين متواصلين معكم مشاهدي الأحبة في برنامجنا، ونروح لفاصل، وبعد الفاصل إن شاء الله تعالى ننتقل بكم إلى محطة أخرى في رحلة ومشوار برنامج قهوة الصباح لهذا اليوم، فخلوكم معنا. عشاق رياضة الطيران بالمظلات أو ما يطلق عليه باراجلايدينج وجدوا ظلتهم في هذه المنطقة الواقعة بضاحية حلوان على بعد نحو 30 كيلومترا من العاصمة المصرية القاهرة لممارسة رياضتهم المفضلة من خلال دورة تنظمها مدرسة مصرية على مدار 5 أيام. وتقوم هذه المدرسة التي أنشأها شاب مصري مولع بممارسة تلك الرياضة بتوفير المظلات أو ما يسموه الأجنحة والأحزمة، والتدريب على الطيران وكيفية التحكم في الحبال من أجل إتقان هذه الرياضة. ويقول عصمت محمد المدرب ومؤسس مدرسة الباراجلايدينج إن اللياقة البدنية هي الأساس في تلك الرياضة،
وكذلك جودة المعدات التي تستخدم في عمليات الطيران، وينفي أن وزن الجسم له دور في القفزة، مشيرا إلى أنها فكرة خاطئة عن تلك الرياضة المثيرة. تقدر أن أنت تلونش الوينج بتاعك على الأرض مظبوط، تكون لابس قبلها الهارنس، تشيك أب على الوينج بتاعك أنه ما فيهوش أي مشكلة، الحبال أنها مش داخلة في بعضها. بعد كده تبدأ تقوم الوينج بطريقة مظبوطة بحيث أن الناحية اليمين تبقى قد الناحية الشمال، تبدأ تجري لقدام من ناحية الإيدج في اتجاه الهواء 90 درجة، وتبدا تهندل الوينج. الوينج اهم حاجه ان هو ما يقعش منك، يعني لو راح يمين بتروح معاه يمين بتكنيك معين، لو راح شمال بتروح معاه شمال بدرجه معينه، بحيث ان انت بتحافظ على نفسك تحت نص الوينج. ويسجل نحو 10 طلاب في كل دوره من الدورات التي تنظمها المدرسه مرتين شهريا. ويرى بعض هؤلاء الطلاب ومنهم محمد السيد انهم يمارسون رياضه الطيران بالمظلات بحثا عن الاثاره والاستمتاع بالمناظر الجميله. في سيرشت على باراجلايدنج في اليوتيوب واتفرجت على الناس وهي بتطير في المناظر بقى الطبيعية، يعني سيبك طبعا من هنا احنا بنتمرن، بس المناظر الطبيعية اللي الناس بتشوفها بتنط من فوق جبال اعلى طبعا سبيسز اوسع. وتتطلب ممارسة تلك الرياضة ظروفا جوية معينة للمبتدئين ليتمكنوا من التعلم، وهي ان تكون سرعة الرياح في حدود 15 كيلومترا في الساعة، وان تمارس في منطقة وعرة ومرتفعة نسبيا، وتبلغ تكلفة الدورة 1500 جنيه مصري. وتشهد المدرسة اهتماما متزايدا شهرا بعد آخر، حيث يتزايد عدد ممارسي تلك الرياضة في مصر، كما أنهم يتحولون فيما بعد إلى استخدام مظلات تعمل بمحركات أو ما يطلق عليها باراموتور. خالد حسين، رايترز. دايم احب اتمدد على الكنبه وما يكون في وسع جنبي للعائله، قررنا نبيع الكنبه ونشتري طقم اكبر، صورناها وحطيناها على تطبيق اوليكس وبعناها، الاعلان مجاني وما دفعنا اي عموله والقبض من المشتري نقدا. مع اوليكس البيع والشراء والاسهل. صباح الخير للجميع، صباح اللحظات الجميلة والأمنيات السعيدة، صباح الخير لكل من يتابع برنامج قهوة الصباح. إلى محطة أخرى شيقة وممتعة نتعرف فيها على مسابقة أفضل مراسل تلفزيوني، هذه المسابقة التي أقيمت بجامعة السلطان قابوس، وتفاصيل هذه المسابقة التي نال فيها محمد بن عيسى الحراسي على لقب ومركز الأول في هذه المسابقة كأفضل مراسل تلفزيوني. المسابقة في نسختها الثانية، ونتعرف على تفاصيلها والأجواء واللحظات الشيقة المثيرة الجميلة اللي كانت مصاحبة لهذه المسابقة من خلال وجود محمد معنا في برنامجنا. محمد حياك الله في برنامج قهوة الصباح، نقول لك كل عام وانت بخير، ونقول لك أيضا مبارك لك حصولك على المركز الأول في هذه المسابقة. وأنت بخير وصحة وعافية أخوي سيف، الله يبارك فيك. شكرا لكم، شكرا لك على الاستضافة وإتاحة الفرصة لي ليشارك الناس فرحتي. كنت واثق جدا محمد، وكنت متوقع يعني، وأنا ألاحظك كنت حاضر معاكم في الأمسية الختامية لهذه المسابقة وإعلان النتائج، كان فيك ثقة غريبة، فيك جرأة أنك فعلا أنت اللي راح تكون المركز الأول. أريدك تخبرنا السر يا محمد. طبعا مثل ما تعرفوا انا طالب قسم الاعلام بجامعه سلطان قابوس، فيعني فكره المسابقه او انه مراسل تلفزيوني انا قمت قبل في يعني من خلال دراستنا قمت بتجارب قبل كمراسل تلفزيوني، فيعني من خلال المراحل اكتشفت ان المستوى المتنافسين معي، وعرفت وش نقاط الضعف عندهم وش نقاط القوة، استغليت أنا يعني خبرتي في مجال الإعلام وكيف أقدر أنا أصقل موهبتي أكثر من خلال المسابقة هذه. الحمد لله كان أدائي جيد بالنسبة لباقي المتسابقين، فاكتسبت يعني هذه الثقة ممتاز من أدائي قبل في الجامعة ممتاز، وبالتالي حصلت على المركز الأول يا محمد. نعم. طيب فكرة أنك تشارك في مثل هذه المسابقة شفت. نعم. أنها راح تضيف لك الكثير. نعم. فيما يتعلق بموهبتك يا محمد. نعم. يعني طبعا أنا مثل ما قلت لك قبل أني أنا طالب في قسم الإعلام، يعني المسابقة هذه أضاف يعني كانت فرصة لي لكي أصقل مهاراتي كمراسل تلفزيوني، كانت فرصة لي لكي أطور من أدائي، تعلمت فيها أشياء كثيرة،
مثلا كيف أنتقي أنا الألفاظ اللي أستخدمها في التقرير، كيف أنا أوقف أمام الكاميرا كمراسل تلفزيوني، طبعا غير عن لما أكون أنا مذيع، لما أكون مقدم. صحيح. كيف أستقطب المعلومات من المصادر، كيف أعرف المصادر الموثوقة. طبعا واجهت بعض الصعوبات في يعني في مراحل المسابقة، لكن في النهاية كان في مراحل كانت للمسابقة. نعم. إلى أن وصلت للتصفيات النهائية. وصلنا للتصفيات النهائية. طبعا كانت في 5 مراحل. أيوة. للمسابقة. المرحلة الأولى كانت عبارة عن اختبار تحريري، في بعض الأسئلة عن الإعلام بشكل عام، عن التواريخ، عن نظريات في الإعلام. جميل. أيضا في اختبار لمستوى فكرك أنت، مستوى معلوماتك أنت عن ساحة الإعلام بشكل عام. ممتاز. كان سؤال ذكي، كان سؤال مقالي. المرحلة الثانية كانت عبارة عن مقابلة يختبر فيها شخصيتك أنت كمراسل تلفزيوني، يختبروا فيها حتى مظهرك، طريقة يعني أسلوبك أنت في الأداء. وفي كان أذكر سؤال ذكي يعني سألني المنظم الأخي فيصل مجعلي. نعم. قال لي أنا الحين بحطك في موقع الحدث. طيب. وفي ضيف أو ما في ضيف، في مصدر من موقع الحدث طفر بك، بيسأل يعمل لك مشاكل. أيوه. ها؟ أنت تسأله وهو يطلع عنك عن موضوع لها وش بتسوي. فجلست أنا أعصب دماغي، حاولت حوالي يعني قابل واحد من الشباب. طيب. قال لي يلا الحين أنت قابله وهذا هو عندك الحين، وحاول طلع وهم يريدوا يشوف ردة فعلك. أيوة. وكيف تتعامل وكيف تتصرف مع هذا الضيف. فحاولت أنا يمين يسار ماشي، تأخذ يمين يسار. أيوة. يأخذك يسار. ففي النهاية قررت، قلت له خلاص أنا أكتفي شكرا لك، وكملت حديثي مع التلفزيون مع الكاميرا. نعم. يعني بطريقة فنية استطعت من خلالها أنك بالضبط. تتغلب وتخرج أساسا بالضبط. من هذه المشكلة التي. نعم. وقعت فيها بشكل. نعم. مفاجئ. صحيح بالضبط. نعم. فقال لي هذا هو التصرف الصحيح، أن إذا حصلت مثل ضيف يخرج دائما عن الإطار. أيوة. الحديث فإنهي الحديث على طول معه وانتقل لشخص ثاني. نعم. ممتاز. طيب أنا أفهم من كلامك يا محمد أنه موهبة المراسلة التلفزيونية كانت تستهويك منذ البداية، يعني قبل دخولك. نعم. للمسابقة. نعم. صحيح. نعم. طيب أنت كيف كنت تتطور من مهاراتك في هذا الجانب، ومن الذي كان المشجع وكان المحفز لك في هذه الموهبة؟ طبعا في البداية اكتشفوا موهبتي في الدكاترة في القسم من خلال تقرير كنت عديته أنا لمادة الحوار. نعم. أنت أي سنة محمد في الجامعة؟ أنا سنة الخامسة. السنة الخامسة الأخيرة. نعم. ما شاء الله. فشباب شجعوني. نعم. ربعي وزملائي في الدراسة، محمد أنت لازم تشارك في المسابقة، يا أولاد الحلال خلوا عنكم. نعم. أنا بعيد عن مراسل تلفزيوني. لا لا أنت. نعم. لازم تشارك، وإحنا هذا إحنا. كانوا يعطوك رسائل إيجابية. بالضبط. ودافع لإلمامهم وإدراكهم بأنك أنت فعلا تملك الموهبة. يا أيوة بالضبط. نعم. فشاركت وما شاء الله عليهم، كانوا دائما في كل مرحلة معي. أنا لا أخفي عليك أن في البداية كنت أريد أنسحب. نعم. فبعد الاختبار التحريري وبعد المقابلة فقلت للشباب، أنا كنت واجد مضغوط طبعا في الدراسة. صحيح. السنة الأخيرة. نعم. نعم. فقلت لهم شباب أنا بطلع وبهتم بالدراسة أكثر، أريد أركز. مدرقة لا لا أنت لازم تكمل أنت بحيث أنك على الأقل يعني أضعف الإيمان أنك تخرج من جامعة سلطان قابوس عندك الكثير من الإنجازات. نعم. وأبرزها حصولك على جائزة أفضل مراسل تلفزيوني. نعم. هذه المسابقة على مستوى مؤسسات التعليم العالي، مش فقط. نعم. على مستوى الجامعة. صحيح. على مستوى السلطنة. على مستوى السلطنة. نعم. في نسختها الأولى كانت على مستوى مؤسسات التعليم العالي، ولكن هذه النسخة الثانية على مستوى السلطنة ككل. نعم. أنا أرجع معك للأمسية الختامية في اليوم اللي فيه كان لحظة التتويج ولحظة إعلان النتائج. نعم. أريدك تصف لي المشاعر، كيف كان المتسابقين، كيف كان الحضور، بالإضافة إلى أنت إيش شاركت بالضبط التقرير اللي عدته في الأمسية الختامية. عن إيش كان التقرير؟ طبعا تقريري كان عن أزمة النفط. أزمة النفط. نعم. وأعتقد كان من أثقل التقارير اللي قدموها الشباب. طبعا التقرير
يعني واجهت فيه بعض الصعوبات في التصاريح. كنت أريد أدخل الميناء فكان ما عندي تصريح، وديت لهم خطاب من الجامعة قالوا لازم بعد تصريح تدخل داخل، قلت لهم أنا خلاص يعني ما عندي وقت يعني والشمس بتغرب. واجهتك صعوبات إذن بالضبط، وهنا فيه. ربما من أساسيات المسابقة أنك نعم. كيف كمذيع وكمراسل تلفزيوني فعلا تصل إلى موضوع اللي حاب تناقشه في التقرير. أهم شيء المصادر، مصادر موثوقة، أنت تكون في قلب الحدث. ممتاز. شعار المسابقة من قلب الحدث أو من حيث الحدث. نعم. فأنت تكون في قلب الحدث، معلوماتك أنت لازم تكون حيادية في الموضوع. صحيح. تستخدم يعني أسلوب الطرح، تكون واثق من المعلومة بشكل هذه الأساسية الأولى، أنك تكون واثق من المعلومة، يعني فيها نوع من الدقة بالضبط العالية في طرح هذه المعلومة بالضبط. مثل ما قلت لك تستقطب هذه المعلومات. فبعد ما تعد أنت تقريرك في المرحلة النهائية اللي هي المرحلة الخامسة، كان إحنا اللي نصور تقرير بروحنا، نصور ونعد التقرير ونمنتجه، فلازم إحنا نهتم بكل الأشياء حتى الفنية، الإضاءة، الزوايا، التصوير، كل شيء، كل شيء يخص في التقرير. حتى لجنة التحكيم في المرحلة الخامسة اللي هي المرحلة الأخيرة، أيوه، كانوا في البداية ما حكمونا على إعداد التقرير التصوير الصور الفنية، كانوا فقط يركزوا على أدائك الأداء والمعلومات والموضوع، المهارات اللغوية والأشياء الفنية. فهذا مثل ما قلت لك هذه كانت المرحلة الأخيرة وهي الأصعب والأثقل في من بين المراحل السابقة. طيب إيش بالوجه التحديد خلنا نقول مع المشاهدين الأساسيات اللي وصلتك فعلا لأن تصل إلى حصولك على المركز الأول وحصولك على لقب أفضل مراسل تلفزيوني؟ إيش السر اللي وصلك فعلا للحصول عليه من بين زملائك المشاركين والمتنافسين واللي عددهم كبير؟ طبعا مثل ما قلت لك إن هم قالوا لنا إن لازم نختار قضية محلية. ممتاز. فأنت لازم تعرف وش القضايا اللي تهم أكبر شريحة من الناس. نعم. في محل في السلطنة. فأنا اخترت الموضوع بعناية. بعناية نعم. فأنا اخترت أزمة النفط. كانت المواضيع الثانية في موضوع واحد عن سوق مطرح، واحد عن معرض، وواحد عن مواصلات شركة النقل. يعني أنتوا أربعة عددكم في الختام. كنا خمسة. خمسة في الختام. أيوة خمسة في الختام. نعم. من بين أكثر من 180 مشارك في البداية ومشاركة. فكان موضوعي أنا الأثقل من بين المواضيع الثانية. نعم. والحمد لله قدرت أنا تثبت وجودك أيضا في حضورك أيضا الجميل في هذا التقرير. نعم. أنا متوقع يعني الحين المشاهدين أنا وياك الحين في حوار يا محمد. نعم. ولكن لغة المراسل التلفزيوني. نعم. ونبرة الصوت أيضا. نعم. المهارات تختلف نوعا ما. نعم. عندما يكون في مثل هكذا موقف. فش نعم. رأيك مع المشاهدين مقطع صغير كذا قصير توضح لهم إياه من خلال موهبة المراسلة التلفزيونية، وحتى لو جبنا من التقرير الأخير اللي هو أزمة النفط براحتك. طيب. طيب ماشي مشكلة. نشوف الكاميرا هناك ونبدأ. فقط أحضر أفكار. خذ راحتك مرة محمد. الحين نموذج وعلى طول تطبيق عملي أمام المشاهدين حول مسابقة المراسلة التلفزيونية اللي حصل فيها محمد الحراسي على جائزة أفضل مراسل تلفزيوني في نسخته الثانية على مستوى السلطنة، على مستوى مؤسسات التعليم العالي. هاي محمد جاهز؟ خلاص أحسن أطلع التليفون رأيك؟ أقرأ من التليفون جزء بسيط أستذكر بس لأني اذكر أي حاجة، أي موقف، أي مقطع كذا يجيب بالك اذكره فيه. طيب. مقدمة بسيطة طيب. أي شيء مثلا الحين إحنا موجودين في برنامج قهوة الصباح. طيب ماشي مشكلة. فاجأناك ها؟ لا عادي ماشي مشكلة. التخطيط هو فن ارتكاب الأخطاء على الورق، مقولة ربما جل ما لا يسوى ما سمي الإنسان إلا لنسيه. آه يا محمد. مقولة ربما تفسر التداعيات السلبية التي انعكست على الاقتصاد العماني فور انهيار أسعار النفط عالميا. نعم. محمد الحراسي، تلفزيون سلطنة عمان، برنامج قهوة الصباح. قهوة الصباح. شكرا لك يا محمد ونتمنى لك كل التوفيق. مبارك لك أيضا حصولك على هذا الإنجاز. معرف في رسالة معينة حاب توجهها أيضا لزملائك المشاركين في هذه المسابقة واللي ما حالفهم الحظ للحصول على المراكز لربما متقدمة، بالإضافة إلى سؤالي ما المرحلة القادمة والمقبلة لمحمد بعد حصوله على هذا اللقب؟ إن شاء الله
فقط أريد يعني أنصح كل شخص له يعني موهبة في سواء كان في الإعلام أو خارج الإعلام. هذه المسابقات تصقل المواهب، يعني لها فوائد عديدة. فمن خلال هذه المسابقات أنت تقدر تعرف وين أنت الموهبتك أنت لوين راح توصل. يعني المشاركة أمر ضروري لكل شخص عنده موهبة. محمد وين؟ ما بعد الحصول على اللقب؟ ما بعد حصول طبعا. إيش طموحك؟ تطلعاتك المستقبلية فيما يتعلق بالمراسلة التلفزيونية؟ طبعا نشوفك إن شاء الله تعالى نجم لامع في سماء الإعلام، سواء في القنوات التلفزيونية أو القنوات الإذاعية إن شاء الله. في البداية أنا قبل لا أدخل، أول ما دخلت قسم الإعلام كانت أمي تقول لي، أذكر كنت تشوفني الحين أمي الله يحفظها إن شاء الله، وجه لك تقول لي أمي محمد شوف تكون مقدم، تكون مصور، تكون معد، تكون أي شيء في الإعلام ماشي، مشكلة عندي. إلا مراسل. إلا لا تكون مراسل. معقولة؟ لأن تخاف إن أنا يأخذوني بعدين لأماكن في يعني خطيرة أو ربما كذا قصدها. إلا مراسل لا تكون مراسل. فأنا أقول إن شاء الله أمي ولا يهمك. بعد ما رحت وشاركت وبديت أتقدم في المراحل كانت أمي واجد مستأنسة. فكان من الأشخاص اللي واجد شجعني عشان أكون مراسل. يعني الحين غيرت نظرتها. الحين مقتنعة. خلاص اقتنعت أمي. فغيرت نظرتها. نوجه لك كل التحية والله يحفظها يا رب العالمين. والحين فخورة أنت أكيد بابنك محمد وهو حصل على جائزة أفضل مراسل تلفزيوني على مستوى السلطنة، فلك منا كل الحب والتقدير على هذا التشجيع الدائم لولدك محمد. محمد الحين سعدنا بوجودك اليوم معنا في برنامج قهوة الصباح، ومبارك لك مجددا وكل عام وأنت بخير، ونتمنى لك كل التوفيق في المرحلة القادمة فيما يتعلق بحضورك في الإعلام العماني بمشيئة الله. شكرا لك أستاذ سيف، ما قصرت وبارك الله فيكم. شكرا لك. إذن إحنا مستمرين ومتواصلين مشاهدين الأحبة، شفتوا لو لاحظتوا قدر الإمكان نحاول من خلال برنامج قهوة الصباح نسلط الضوء على المواهب العمانية الشابة والواعدة والحاضرة في مختلف المجالات، يعني نتمنى لهم من القلب إلى القلب يعني كل التوفيق بمشيئة الله، كل بمجاله كل بتخصصه يخدم هذا الوطن الغالي في مختلف المجالات ومختلف الأصعدة. عموما احنا مستمرين معاكم ومتواصلين، نروح لفاصل وبعد الفاصل نصل إلى المحطة الأخيرة اللي نتعرف فيها على موهبة أخرى جميلة، موهبة الإنشاد، فن أداة تربية وتهذيب، وتحديدا مع المنشد الجميل والرائع محمد الذهلي، فتابعونا.
صعب ننسى الغالي. صح والله. لكن الغالي قيمته فيه. صورته وحطيته على تطبيق أوليكس وبعته. إعلان مجاني وما دفعت أي عمولة وقبضت من المشتري نقدا. أنت بعد تقدر تبيع. مع أوليكس البيع والشراء والأسهل. صباح الخير للجميع مشاهدي الأحبة، من جديد متواصلين معكم في برنامج قهوة الصباح. صباحكم خير، صباحكم أمل، صباحكم تفاؤل، صباحكم ثقة عظيمة بالله سبحانه وتعالى بأن ما مضى هو خير وما هو آت سيكون أجمل بمشيئة الواحد الأحد. عموما احنا مستمرين معكم وننتقل بكم إلى موهبة أخرى جميلة. قبل شوي شفنا محمد الحراسي في موهبة المراسلة التلفزيونية، والحين ننتقل بكم إلى موهبة رائعة وجميلة متألقة ومتلألية في سماء الإنشاد العماني والإبداع العماني. نتكلم تحديدا عن منشد ما شاء الله منذ بداياته يعني استطاع أن يرسم لنفسه وأن يضع لنفسه مكان مرموق في الحصول على المراكز المتقدمة في موهبة الإنشاد، بالإضافة أيضا إلى مواهب أخرى نتعرف عليها من خلال وجوده معنا في برنامج قهوة الصباح. أتحدث تحديدا عن إنسان حصل على المركز الأول على مستوى الوطن العربي، حصل على منشد الربيع، حصل على منشد الولاية، حصل على لقب منشد المحافظة، حصل على لقب منشد الجامعة جامعة سلطان قابوس، بالإضافة أيضا إلى إنجازات ومراكز متقدمة في مجال الإنشاد. تحديدا أخونا محمد بن حمدان الذهلي، حياك الله يا محمد ومرحبا بك في قهوة الصباح وكل عام وانت بخير. حياكم الله وبياكم وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، الله يعودها علينا إن شاء الله تعالى. إن شاء الله تعالى. للأمة الإسلامية. إن شاء الله. محمد، أنا قبل لا أتكلم عن موهبتك وقبل لا نتطرق إلى أيضا إلى فن الإنشاد، هذا الفن الجميل الذي يعد أداة تربية وتهذيب أيضا للنفس الإنسانية والنفس المسلمة، أريد أستفتح مع المشاهدين بأنشودة ومقطع بسيط. ما شاء الله. رأيك؟ مباشرة. أي على طول نبدأ. نعطيهم حاجة وطنية. وطنية، ممتاز. أوكي. نسمع يا محمد. افتخر يا عماني بصلك، افتخر شاد بأخلاقك نبينا، سطر الأجداد عهدك، افتخر يا معن ماجدك قرينا، كلنا يا عماني جندك انت بس امرينا، نفتدي كل شبر برضك ونرفع الرايا بدينا، يا وطن كلنا نحبك يا وطن. الله 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 عليك يا محمد، بارك الله فيك وصح لسانك على هالصوت الجميل يا محمد. إذا نبدأ معك اللقاء والحوار ونتعرف من خلالك أول شيء بداياتك يا محمد من أيام المدرسة، وما شاء الله عليك من أيام المدرسة وتحصل على المراكز المتقدمة، على سبيل المثال حصولك على جائزة المركز الأول أو منشد الربيع، هذه اسم المدرسة صحيح؟ نعم، مدرسة الإمام الربيع. ذكرنا واسترجع معك أيضا ذكريات يا محمد. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. بداية الحمد لله رب العالمين، بدأت في مجال الإنشاد من الصف الثاني الابتدائي. نعم. في أنشودة أمي فلسطين اللي كنا ننشدها دويتو مع زميلي المرحوم راشد المعمري، الله يرحمه إن شاء الله تعالى، صلى الله عليه المغفرة. بدأنا من هناك لكن صار انقطاع بسيط يعني لحد ما وصلت الثانوية العامة. نعم. من وصلت الثانوية العامة، وهذا الجميل في السلطنة أن السلطنة تبدأ ترى مجال معين تهتم به، صحيح، تعمل له مسابقات ورش تدريبية، ممتاز، أمور تطور الشباب. فالحمد لله رب العالمين، الشخص يكتشف قوته في المسابقات. نعم. إذا أردت أن تكتشف قوتك فشارك في المسابقات، شوف المنافسين، شوف الحكام، خذ الملاحظات وطبقها. فالحمد لله كانت هناك مسابقة منشد الباطنة يعني اللي احنا شاركنا فيها، ومن ثم دخلت إلى الجامعة لمسابقات أكبر على مستوى الأندية وزارة. حصلت على هذا، نعم، مسابقة منشد الجامعة. نعم. مسابقات أيضا الأندية، الشؤون الرياضية تهتم، واللجنة الوطنية للشباب تهتم. جميل. فالحمد لله رب العالمين صار اهتمام ملموس وواضح لمجال الإنشاد في السلطنة،
واحنا نتطور. يعني الانسان ما يقف على لمرحله معينه، لان مثل ما يقول الوقوف على قمه واحده يعني فشل. نعم. لازم تشوف لك قمم اخرى تقف عليها. صحيح. فالحمد لله بدايه طيبه واستمرار اطيب ان شاء الله يكون ان شاء الله تعالى. ايضا لك مشاركات سواء محليه او ايضا خارجيه راح نتعرف عليها في لاحق الاوقات. محمد يعني البدايات، محمد منذ بدايته غير عن محمد الحين في هذا الوقت ما شاء الله في مراحل متقدمه. السؤال يطرح نفسه للمنشدين الواعدين اللي حابين ايضا يخوضوا بقوه في هذا المجال، كيف محمد يقدر يطور من مهاراته في مجال الإنشاد؟ كيف ينمي أيضا من هذه الموهبة؟ إيش السر اللي يخلي فعلا هذه الموهبة تصل فعلا إلى مرحلة من متقدمة في هذا المجال؟ نعم، الاستماع، الاستماع والتقليد. دائما يقول لك لا تقلد، لا تقلد، البس لك ثوبك الخاص، لا تقلد. صحيح. انت مستحيل تبدا بدايتك بثوبك الخاص مباشره. حتى الخياط لما يخيط يشوف اللي قبله. صحيح. يخيط نفسهم، يقلد بعض الامور، يقلد يعني المواويل، يقلد المقامات مع المنشدين، يشوف منشد مفضل، ياخذ نصائح من منشدين كبار، يعني ينصحوه بسماع مواويل لمنشد معين، يسمعوه او ينصحوه لسماع أناشيد من منشد معين، يقلد هذه الأشياء، يبدأ يضع بصمته في حاجة اللي قلدها، ومن ثم يرتدي ثوب الخاص في عالم الإنشاد. يعني هو مثل ما تقول أن المجال جدا واسع وجميل وبإمكانه يتطور بكل سهولة، ويشارك في المسابقات على أساس يكسب ثقة، لأن الثقة تأتيك من المسابقات ومن اعتلاء المنابر. نعم. والمسارح. محمد أنت تشارك في الكثير من المشاركات. بالضبط. والاحتفالات أيضا سواء المحلية أو أيضا الخارجية، هل أنت تنتقي فعلاً الأناشيد اللي تحب فعلاً أنك تلقيها أمام الحضور أو أمام الجمهور المشاهد؟ تنتقي الرسائل الدينية أو الإسلامية أو الروحية اللي حاب توصلها أيضاً من خلال الإنشاد، أو الجهة المنظمة تعطيك نص معين وأنت تنشده أمام الجميع؟ هو لما تأخذ أنت من يعني لما تأخذ الأنشودة المعينة أو الأغنية المعينة أو المقطع المعين من الجهة المنظمة للمكان المعين، أنت ربما هنا شوي ترتبط بحاجة معينة. صحيح. لكن أنت كمنشد عارف رسالتك وعارف أنه أنت رايح حفل وطني. نعم. فتقدم فيه أنشودة وطنية. نعم. رايح أنت حفل الإسراء والمعراج، حفل تقدم فيه أنشودة للنبي يعني صلى الله عليه وسلم. يعني تسعب نفسك أنك تنتقي النصوص. بالضبط. نعم. وتهتم أيضا بالفئة الموجودة. يعني مرة أنا أذكر قدمت في إحدى المدارس وكانت مدارس بنات، فهنا مباشرة أنت تنتقي الأناشيد مثلا يعني نسيت أنا كالشموسي أشرقي أذكر. فهي نصائح للطالبات الموجودات، فتنتقي الفئة أيضا أو تنتقي الأنشودة على حسب الفئة الموجودة معك. جميل جدا. محمد لك أيضا مواهب أخرى ما شاء الله، موهبة الخط العربي وحصلت فيها على المركز الأول. نعم. بالإضافة أيضا إلى مواهب أخرى متعددة أنا ما راح أذكرها لأنه إحنا وصلنا يعني الختام والوقت يداهمنا، فإيش محضرنا بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج؟ بداية أشكر شركة عمان تل على التعاون الجميل اللي كان من بين العام الماضي في عمل أنشودة للإسراء والمعراج. نعم. بالتعاون أيضا مع المختار السيفي. نعم. فكان تعامل جميل جدا، يعني تكاد لا تكون مجموعة من مجموعات الواتساب. نعم. إلا ووصلتها هذه الأنشودة. صحيح. بفضل الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم بساطة العمل، يعني دائما الجمهور الآن أصبح جمهور مستسيغ، جمهور. نعم. ذكي، يحب البساطة على أساس ينتشر الموضوع. نعم. يلا. فمحضرين حاجة للإسراء. في ليلة تتزيى بالنور والإشراق، جبريل جاء النبي يدعوه فوق البراق، هو النبي الأمين له الصعاب تهون، وقوله قول صدق وفعله مأمون. أجب نداء السماء يا سيد الأنبياء، أجب نداء السماء يا سيد الأنبياء، فوق البراق سريعا في رحلة الإسراء.
صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام. شكرا لك محمد، شكرا أيضا على هذه ما شاء الله تبارك الرحمن الموهبة الجميلة. محمد بن حمدان الذهلي، أخطرك صراحة طول معك ولولا أن الوقت أيضا داهمنا. شكرا لك محمد، وشكرا لوجودك اليوم معنا في برنامج قهوة الصباح. شكرا لك على كل التوفيق في موهبة الإنشاد في مجال الإنشاد جميعا يا رب. شكرا جزيلا. إذن مشاهدي الأحبة، شكرا لمحمد، وإحنا أيضا مستمرين معاكم، وبعد الفاصل مباشرة نصل بكم إلى مسك الختام لهذا المشوار الصباحي لهذا اليوم، فتابعونا. وعدتها بيع السيارة وأشتري سيارة جديدة، ما أقدر أزعلها. صورناها وحطيناها على تطبيق أوليكس وبعناها، الإعلان مجاني وما دفعنا أي عمولة، وقبضنا من المشتري نقدا. مع أوليكس البيع والشراء والأسهل. إذن مشاهدينا الأحبة، وصلنا بكم إلى ختام برنامجنا لهذا اليوم. وقبل الختام أقول: ومن عجب أني أحن إليهم وأسأل عنهم من لقيت وهم معي، وتطلبهم عيني وهم في سوادها، ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي. نلتقيكم على خير دائما في برنامج قهوة الصباح. شكرا لأنكم أوفياء تتابعون برنامجنا بشكل يومي. الملتقى يوم الأحد بمشيئة الله تعالى، فإجازة سعيدة أتمناها لي وللمخرجة ولطاقم البرنامج ولكم أنتم مشاهدين الأحبة. كونوا بخير، كونوا أوفياء، كونوا مخلصين، وكونوا دائما سعداء بوجود أحبابكم، أهلكم، أناسكم، ودمتم بخير، ودامت عماننا تخطو مدارج الرفعة نحو ذرى المجد والعزة، وكل عام والجميع بخير.